أستاذك السيد هنود أبية كدوف أستاذ القانون، والآن هو يعني تولى منصب عميد كلية أحمد إبراهيم الحقوق في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، لماذا اختير من قبل المكون العسكري لترأس هذه الحكومة بدلا من حمدوك برأيك؟ والله هم يذهبون إلى الأخيار لتوثيقهم، هم ذهبوا إلى 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 أخينا الدكتور البروفيسور عالم العولمة الوليد دكتور الوليد آدم ماديبو ورفض. ذهبوا إلى آخرين ورفضوا، وهم دائما يتمسحون يتجملون بالجملاء، لكن لا أحد يقبل. ونحن من هذه القناة الرائعة نطالب ونذكر أستاذنا هنود أبية كدوف أن لا يقبل هذا المنصب، ولا وهو في ماذا في ما لا يحتاج إلى هذا. نعم، هنود ثوري، أبنائه ثوريين، أحفاده ثوريين في الميدان، ويجب أن لا يقبل هذا المنصب. وأيضا الدكتور وليد مدبو، دعني أيضا نذكر بأنه كان ضيفنا دائما في هذا البرنامج، وكان مستاء من الأوضاع في السودان، وكنا نستضيفه في هذا البرنامج، وكان أيضا يعني يدعو إلى توافق أو رؤية مختلفة عن ما هو الحال في السودان. نعم هو رجل عظيم ودرسنا ونحن أبناءه، إذا خطأ هذه الخطوة يكون قد صفعنا جميعا. لأنه أذكر الدكتور وليد مادبو. وليد مادبو ذلك بطل، هو صديق شخصي، ووليد زي ما بقول السودان القصة واقع له. هذا الانقلاب يجب أن, 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 أن على البرهان، هو أيضا هو السوداني، نحن لا ننفي عنه السوداني، يجب أن يترك هذا الأمر وأن يذهب إلى سكنات الجيش ليقرر الشعب السوداني الثائر الآن في مستقبل الجيش السوداني. لا نريد للجيش السوداني أن يتدخل في السلطة، ليس طيب. له أي مؤخر غير السلاح الذي هو لنا ويحمله هو، ابقى معي. نعم. أمانة السلاح.